قلت أبي أول، مو بأول قصيدة، خلنا نقول متى حسيت أنك أنت شاعر وتقدر تدحم الرياجيل بقصيدك؟ ولا أنت تدحمهم من مبطي؟ ما أنا دخل في القصيد، بس القصيدة أنا أتكلم. يستاهل أبو عبد الله. أو أنا والسؤال هذا يوجه لك. تبى يعني أول قصيدة كتبتها ونشرتها وأنا واثق منها؟ أيوة. أقول هذا عام 2016 وفي شطر قريته ودورت له تكملة منا ما له قصيدة، شطر واحد والله إني معلم من اللي يكتبه لكن بيض الله وجهه. الشطر يقول خفيت لك وأنا من الوزن الثقيل، دورت اللي كمله ما لقيته، كملت عليه. أقول خفيت لك وأنا من الوزن الثقيل، قمت تماسك والهوى لك تلني، وأنا ما ظني لك مع العالم بديل، والشوق دربه للقوافي دلني. وليا بغيت تشوف في عيوني دليل، شف بارق المزنة عينك هلني، وانت اعتبرني بالمحبة لك خليل، وأهم شي يبص صدرك خلني، ولا اعتبرني بالهوى عابر سبيل، لكن لا تقسى علي وتعلني، وليا حصل فرصة ولو وقت قليل، ميل علي وبس سوالف سلني. وسلامتكم أنت سالم. عطنا عطنا. لا خلنا.